متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وإليكم الآن النشرة الجوية. اليوم الاثنين انخفضت درجات الحرارة قليلاً مقارنة بيوم أمس الأحد، وسادت أجواء ربيعية معتدلة، ونشطت الرياح الغربية المثيرة للغبار والأتربة على أن تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع إن شاء الله ابتداء من يوم الأربعاء وعودة إلى الأجواء الحارة. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة فترة السحور لهذه الليلة في العاصمة عمان، 13 درجة مئوية وأجواء صافية، نسبة الرطوبة 48% وسرعة الرياح 3 كيلومتر في الساعة. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة لنهار غد الثلاثاء في عموم مناطق المملكة ابتداء شمالا وإربد نهارا بين 21 و 12، المفرق بين 24 و 12، جرش بين 23 و 13، عجلون بين 21 و 12، وغيوم متفرقة ودرجات حرارة متقاربة في هذه المناطق. ننتقل الآن إلى المناطق الوسطى مع العاصمة عمان 22 و 13، كل مصدرقاء البلقاء ومادبة درجات حرارة متقاربة بين 23 نهارا و 13 ليلا، البحر الميت أجواء دافئة 29 نهارا و 22 درجة مئوية بإذن الله بتسجلها ليلا وغيوم متفرقة. المناطق الجنوبية الكرك 22 نهارا 14 ليلا، الطفيلة بين 21 و 15، الشوبك بين 21 و 12، معان أجواء صافية ومشمسة بين 26 و 13، العقبة أجواء دافئة 31 درجة مئوية نهارا 21 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. أخيرا المناطق الشرقية كل ما الصفاوي أرويشد والأزرق درجات حرارة متقاربة بين 27 نهارا و 14 درجة مئوية بتسجلها ليلا وغبار خفيف. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة. تصبحين على ألف خير.